السلام عليكم، كنشكركم الإخوان الكرام على هذه الاستضافة. النقطة الأولى اللي السؤال الأول اللي هو على قضية ديال الشريفة السعدية بلدي، هذه القضية ديال الشريفة ولا ما الشريفاش. حنا هذه السيدة هذه كبرنا معها، باقي صغير أنا خدام مع هذه السيدة هذه. في الوقيته فاش جيت كلشي كيلقبها بالشريفة، وقضية الشريفة من ناحية الأعمال الاجتماعية اللي كتهضر مع الناس وكتعامل مع الناس، وكتكون غادية بطوموبيلتها وكتقول الشافر ديالها وقفوني عافاكم، وكتنزل عند الناس برجلها كتجري وتشد لهم في جيهم وتتعاون معها، بطبيعة الحال غادي يلقبها أي واحد بالشريفة، حيت الإنسان الشريف هو اللي كيقوم بهذه الأعمال هذه، هذه الأعمال الخيرية. قضية أخرى اللي بغيت نقول لكم الإخوان هو بالنسبة للجمعية ديال الشريفة كطلب بها على برا في أوروبا، هي ما محتاجاش تطلب شي حد، هي باسبوراتهم كلهم فيها أوروبا كاملها، كتمشي للدولة اللي بغات وكتجي من الدولة اللي بغات. من نهار عرفناها والله غانية على بزاف ديال الحوايج، وقبل ما تكون عندها لا جمعية لا والو عندها ديالها، اللهم بارك والله يزيدها. وقضية أخرى هو مسألة عادية أنه يكون عندها أعداء، حيت ما عندكش الفلوس وتيكون عندك الاعداء، فما بالك عاطيك الله. يعني كاين الحسد، كاين الغيره، كاينين بزاف ديال الحوايج اللي ما غاديش يحملوا بهم هاد الانسانه هادي، وماشي كلشي كيدير الخير، والله يغلبها عليهم. وهاد الناس هادو الا عندهم شي دليل ولا شي بروف على هاد الهضره اللي تيقولوا يجيو يبينوا لينا حتى حنا نعرفوه. الا كان هاد الشيء اللي تيقولوا هاد الناس يعني حتى حنا راه حتى حنا ما مغلوب على امرنا وما عرفناش، ولكن كاين اليقين الحمد لله بالتعامل اللي كتعامل معنا حنا اللي خدامين معاها، وبالتعامل اللي كتعامل مع الناس اللي ما كيعرفوهاش في الزنقه. كنلقبو انا كنعتز اللقبها بالشريفه، حيت شريفه باعمالها وشريفه بقلبها وشريفه بزاف ديال الحوايج. ولا اله الا الله محمد رسول الله، هاد الناس هادو الله يهديهم على عقلهم. وكيف قلت لك كاينين شي ناس اللي اعداء ديالها في الخفاء، هي شي علاش اليوم اضطرينا باش نديروا هذا الروبورتاج مع الاخوان الكرام، باش نبينوا الصوره ديال لالا السعديه. واصلا عندنا حنا من باقي صغير تنسمع انا الوالد ديالها كان تيلقبها بلالا السعديه. احنا جينا ولقينا لالا السعديه، وجينا ولقينا لالا الشريفه، لالا السعديه وجينا ولقينا لالا الشريفه، وراه اسم على مسمى والله يبارك ليها. وسامحونا الاخوان ما ذكرتناش اسم الجمعيه، جمعية أركان التنمية البشرية، واسم راه غني على التعريف، وانتم بدوركم راه رافقتونا في بزاف ديال الأنشطة وبزاف ديال يعني. وكنشكركم بزاف، وكنتمناو من الله هاد الصورة هادي تبان للجميع، والأعداء حتى هما وبغيناهم ما يبقاوش أعداء، بيناهم حتى هما يكونوا خودنا ويفهموا الصورة على حقيقتها. شكرا لكم. السلام عليكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. نائب رئيس الجمعية الأركان التنمية البشرية، تنديروا الإفطار تتبرق فيه الناس ديال الناس المستفيدين من 1200 800 على حسب الفطور، تيكون 1000 تتكون 1600 1400 طيلة شهر رمضان، وتيكون العصير الحليب دانون الدراري الصغار، تتكون واحد الميزان اللي كاين هنا هو ملي تيدخلوا الضيوف ترحبوا بهم، تيكونوا الدراري الصغار بوحدهم، الرجال بوحدهم، العيالات بوحدهم، الناس اللي مساكن داوي العقل شويه داك تيكونوا حتى هما بوحدهم، وتدوز طيله شهر رمضان بالتمام والكمال. الحمد لله ما كاين لا دعم من شي حد، واللي تيقول لك اودي بان تيدعم هذه الجمعيه تلقانا، هذا رئيس الجمعية تلقانا اللي تيقول لك اودي بان تيدعمنا، يجيب دليل واحد، دليل بسيط يجيبوا لنا. واللي تيدعي بان تيقول اودي بان السيدة راه تقول لنا شريفة علوية، هاد الهضرة ما كايناش، هاد الهضرة بان هي شرف لسيدي سمن علي ولا منطقة بان تنعتزوا بها هاد السيدة، لان تبارك الله تدير هذا الخير وتدير العيد الكبير، الخفال ديال العيد الكبير، تدير الجمعية، تدير الطهارة، المسائل تقبل ودنين، المسائل ديال تنمشيو حتى لسيدي عبد الله غيات المدارس المنتظرات ديال الشوف، تنمشيو للجبل ديال وريكا، ماشي مرة ماشي جوج، تنديو ليهم دعم. الفريق ديال الدراري الصغار
دعمناهم هي في هذا رمضان بكواري تبارك الله، واحد العدد هي ماشي هي تقريبا العدد تقريبا حتى 60 كره، بالدليل ماشي زعما 60 كره اللي التونيات ديالهم الصبيبطات ديالهم المسائل كلها، واللي جا وقف قلت لك اللي جا وقف في الباب ديالنا تيلقانا موجودين، تيلقى رئيسة جمعية تلقانا للتنمية البشرية موجودة، كاينين مساعدات ديال الناس ديال الدياليز، كاينين الناس ما عندهمش مساكن الرهن رهنات لهم الجمعية، كاينين جمعيات هاد ماشي هاد المرة مرات هما عدة مرات، وبالدليل كاين بالدليل تدعمهم رئيسة جمعية تلقانا للتنمية البشرية جزاها الله خيرا. اللي كنا دوزنا كارنفال قداشنا هو تبارك الله كارنفال، ودوزنا نحن مغاربة من طنجة إلى القويرة جمعية أركانا، يعني السي حسن اللي كنت قلنا هو أنه جمعية أركانا أم الجمعيات بمراكش، أيه أم الجمعيات بمراكش وبالدليل وبالحجة. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.